السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من كريم يا نتلاعب. انتوا الحلقه اللي فاتت طبعا قلتوا لي في الكومنتات، يعني في الحلقه اللي فاتت كده كنتوا كلمتوا معايا في حته ان انا عندي 22 سكيل بوينت ما استخدمتهمش لحد دلوقتي في تطوير الشخصيه بتاعتي، وممكن جدا استغلهم، بس انا بصراحه نسيت وسقطتهم جدا في الحلقه اللي فاتت. لكن فرصه بقى نبدا نظبطهم مع بعض في الحلقه دي ونشوف ممكن استغلهم في ايه كده. في البدايه بس كده طبعا احنا عندنا كذا حاجه ممكن نستغلهم فيها، يعني طبعا البيس السرعه عندنا، والشوتنج والباسنج والدريبلنج طبعا، يعني الشوتنج طبعا الشوت والباص الباصه، والدريبل الحته بقى الفنتات والمهاره والترقيص وكده، الديفندنج طبعا الدفاع، الفيزيكال بقى الحته البدنيه شويه انا بهتم بيها جدا، لان انا اصلا كشخصيتي حتى في الحقيقه دايما بحب اهتم بالحته الفيزيك شويه. انا حتى في طريقه لعبي دايما كده ببقى اجريسيف شويه في اللعب في الكوره والكلام ده كله، طبعا بهتم بالسرعه والفيزيكال، دي نقطه مهمه جدا عندي في حته الكوره. فطورت قبل كده الكلام ده في اول حلقه في الكارير ده، كنت اهتميت شويه بحته الفيزيكال، لكن اهملت طبعا نقط كتير جدا زي الشوتينج وزي الباسنج، حتى الدريبلنج برده ما اهتمتش بيه قوي. طبعا الجول كيبنج كده كده احنا مش هنهتم بيها قوي لان ما تخصنيش في حاجه، انا بس هشوف البيس ما اهتمتش بيه خالص. انت عندك هنا سبرنت سبيد وعندك هنا اكسلريشن، طبعا الاكسلريشن دي هي نقطه او انطلاقه اللعيب نفسه في اول طلعه ليه، اما السبرنت سبيد لما تبدا بقى تفتح السبرنت بتاعك تشوف بقى هتجيب السرعه بتاعتك الماكسيمم بتاع قد ايه. فممكن نهتم بالاكسلريشن الاول، ان احنا كده نشوف هي دي اونت، دي اونت يعني دي معاك كده كده الخاصيه دي. طب دي هتكلفنا نقطتين، هتكلفنا نقطتين بس هتزود الاكسلريشن 3، فمهمه جدا بالنسبه لي، ممكن افتحها كده. انا خسرت كام نقطه؟ خسرت نقطتين بس. وممكن سبرنت سبيد دي مش معانا اصلا، فممكن افتحها برضو تزود السبرنت سبيد شويه. احنا محتاجين نزود حاجه تانية، يعني ممكن نزود الاكسلريشن تاني، مهم جدا السرعه طبعا تكون عندي، بتبقى بتفرق جدا. ما اعرفش ايه دي سبرنت سبيد، طب ما دي ايه الفكره من دول، ايه الفرق من ده ودي، مش فاهم. وهنا تفتح اكسلريشن بس هتزود لك، دي هتزود لك الاثنين مع بعض، الاكسلريشن والسبرنت سبيد. انا طبعا مش عايز اصرف كله على حته بقى البيس بشكل عام، لكن ممكن افتح بس السبرنت سبيد عشان يبقى كله ماشي مع بعضه، وفي نفس الوقت نقصت لي الاكسلريشن شويه. ماشي، المهم ان احنا دلوقتي سرعتنا اتظبطت بشكل كبير، احسن بكتير من الاول. نشوف بقى الشوتنج طبعا عندنا مشاكل فيه كتير جدا، حته الفينشنج طبعا، يعني هنا هيدنج اكيورسي طبعا، دقه الراس بتاعتي في الشوت بالراس، الشوت باور، انا يهمني الفينش، فين الفينش فين طيب؟ بينالتيز، انا عايز البينالتيات طبعا برضو احاول اطور فيها نفسي شويه. انا فتحتها كده اهو، معايا 12 سكيل بوينت برضو. هيدنج مفيش، لا مش عايز فري كيك، مش مهم قوي بالنسبه لي. الويك فوت برضو يعني هي مهمه بس يعني بثلاث نقط هتخسرنا كتير قوي. طب ايه دي مش هينفع نفتحها اصلا دلوقتي. طب فين الفينشنج؟ طب يا جماعه الفينشنج اهي، احنا ممكن نطور، هنحتاج برضو البنالتس تانية نزودها شوية عندنا. وهنا اللونج شوت، لا سيبك من اللونج شوت دي مش مهمة قوي. الفوليز الكرات الطويلة، هنا فينيشنج وفولي برضو، مش عارف، مش لاقي فينيشنج ايه، ممكن نختار دي كده. خدت مننا معانا 9 نقط كده، طب كويس قوي. هنا في فوليز برضو، هنا فينيشنج اند فولي، وهنا لونج شوت، انا ما يهمنيش اللونج شوت قوي، ممكن بس اختار الويك فوت بس، هي بتلاتة هنا كده نشوف. ماشي نختار ويك فوت برضو، هتظبط لي الرجل الضعيفه عندي شويه، انا كده كده اصلا بعرف العب برجل اتنين سواء اليمين والشمال، فمحتاجها فعلا تبقى زي الحقيقه بالظبط يعني. كويس هي ظبطتني بس خسرنا نقط كتير، معانا 6 نقط دلوقتي. ممكن الباسنج كده كده معاك دي، الكروسنج معانا كده كده، والشورت باسنج ممكن نختارها برضو، تزود الشورت باس شويه نحتاجه برضو. هي بكام نقطه؟ خدت كام نقطه دي؟ خدت نقطه واحده بالتالي. الدريبلنج بقى احنا ممكن نفتح، انا فاتح حاجات اصلا في الدريبلنج تقريبا، كنت فاتح اتاكينج بوزيشن وكنت فاتح دريبلنج اهو، دي اخترتها قبل كده. هنا ممكن اختار اجيلتي، المرونه طبعا بتاعتي ان انا ابقى مرن شويه، وهنا اختار برضو الدريبل برضو تاني ازوده شويه. فاضل 3 سكيل بوينت. الديفندنج بقى طبعا دي مش مهمه قوي بالنسبه لي، انا مش مدافع طبعا، ومش مع ان مطلوب ساعات بيطلب مني طبعا ان انا ادافع شويه او امن الدفاع شويه، فممكن نختار حاجه بس ستاندنج تاكل، ممكن ان انا بس ضعيف عندي جدا ومحتاجه تتطور ان شاء الله، حتى حاجه بسيطه يعني، فممكن نضحي بنقطه فيها. ايه الحاجات دي؟ انترسبشن، وممكن ديفنسيف اويرنس، الحته اللي انت يبقى عندك وعي بقى دفاعي والكلام ده كله، بس انا يهمني بس الاول التاكل ده، مهمه دي جدا في قطع الكوره يعني. الفيزيك بقى اخر حاجه، استامنا دي ممكن نزود معانا نقطتين بس، فممكن نستغل الاستامنا دي نفتحها. وهنا مكتوب رياكشن، رياكشن، طب ما في رياكشن هنا، نفتح دي وخلاص، هتزود لنا حته الرياكشن بتاعي. اعتقد كده احنا صرفنا كل السكيل بوينت بتاعتي، وان شاء الله بقى ما نحوش سكيل بوينت تانيه، نشوف ممكن انتوا تقولوا لي برضو نطور المره الجايه ونركز عليه الفتره الجايه دي.
بدايه بقى الحلقه هتكون قدام فريق الفيحاء. طبعا احنا في الدوري السعودي المنافسه قويه جدا بيننا وبين فريق الهلال، طبعا غالبا هنفضل تقريبا 13 ماتش في الدوري السعودي، مش هنلعب الماتشات دي كلها، بس الاكيد ان نهايه الموسم هتكون النهارده، وهنحسم بقى فكره وكيل اعمال. طبعا اتكلمت معاه وشفنا العروض بقى المتاحه دلوقتي حاليا بالنسبه لي، قال لي طبعا ما نشوف بس الدنيا تمشي ازاي، والارقام بتاعتي هتبقى في نهايه الموسم هتبقى شكلها عامل ازاي، هل انا اساسي ولا مش اساسي، كل ده هيفرق جدا في حته العروض اللي هتجيلنا، سواء نطلع بقى في انجلترا او في اوروبا بشكل عام. هنشوف بس الحلقه تمشي ازاي، يعني هناخد ماتشات طبعا مهمه دي اساسي هنلعبها كده كده، يعني ماتش زي النصر اكيد هيتلعب، الهلال اكيد هيتلعب، الماتشات دي رسمي اكيد، الرائد ده ممكن يتلعب تقريبا، الرياض قصدي، ممكن نشوف برضو على حسب الفرقه مركزها في الجدول عامل ازاي. واخيرا بقى في يعني مفيش ماتشات انا قويه قوي غير ماتش الاهلي بس. المهم قبل ما نبدا بقى حلقتنا، اظبط لي في لايك وشير وسبسكرايب على جرس تنبيهات، يلا بينا نشوف الحلقه فيها ايه. بفكركم بس بشكل جدول الدوري السعودي كده، يعني الفرق بيننا وبين الهلال 3 نقط بس، فاكيد المنافسه شرسه جدا. انا طبعا بتمنى ان الفرقه كلها طبعا احنا نبقى على قلب رجل واحد ونقدر نفوز بالدوري السعودي في نهايه الموسم، هتبقى حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، نقدر اساعد الفريق في بطوله كبيره زي دي. اما بقى على مستوى يعني صداره الهدافين، يعني متروفيتش طبعا هداف الدوري السعودي 15 جول، بعد كده موسى ديمبيلي من فريقنا ب 14 جول، بعد كده ايه توامبا، ايه توامبا ده؟ لاعب الاخدود جايب 14 جول، بعد كده انا جايب 13 جول، نيمار بقى جايب 13 جول، طبعا ده شرف كبير ليا ان اسمي اتحط مع نيمار في انا اساسي ولازم استغل الفرصه دي مع جيرارد. طبعا يعني خلاص انا بنهي الموسم، سواء اذا كنت بقى هتفق مع الاتفاق طبعا ده على حسب انتوا تختاروا ايه، هل نكمل في الدوري السعودي موسم تاني ونطلع بقى السنه الجايه، ولا نشوف عروض اوروبا هتبقى عامله ازاي بالنسبه لنا. الراجل طالب مني ريت 9 وطالب مني اشوط 3 كور اون تارجت، ونتجنب بقى كفريق الخساره في الماتش ده ونحاول نكسب الماتش ده. انا عايز اشوف بقى التطوير الجديد ده هيفرق معايا ولا لا، يعني انا حاسس لسه مش قادر احس قوي بصراحه يعني في فرق ولا لا، بس يعني هيبان بقى في الملعب لما نبدا نسخن كده في الكوره. طلع حلوه دي قوي، يلا ديمبيلي ماشي. بص يا رونالدو فين، رونالدو حلوه، خش اجري ماشي يا فيناردو تاني، حلوه فيناردو قوي، يا نهار ابيض على الكوره دي، بدايه كويسه جدا، واضح ان السكيل بوينت بقى فرقت معايا شويه في حته الشوط شويه، هنشوف هيبان الفتره الجايه دي عامله ازاي. حلوه دي، يلا شمراني جري، بص فين طيب، عشا ديمبلي قوي، حلوه يا كوتش والله، مع اني كنت لسه هظهر لك كده في فوق شويه، لو كنت تاني كانت على عدلتي بقى. اجي لك هنا اهو ماشي، ارضيه حلوه، مفيش حد مقابل خالص، حلوه دي فوفانا، حلوه فوفانا قوي، فينالدوم يا كوتش، استنى يا كوتش على الكوره يا كوتش، انا هنفتح لسه الكوره حلو الضغط ده قوي، بس يعني ما ظبطتش معايا، هاند بول ولا ايه؟ يلا ديمبلي، حلوه حلوه الكوره، ما اعرفش الطاب الشمال ليه، بس يعني لو كانت شاط باليمين كانت احسن. يلا عتيبي حلو قوي، طب تعالى تاني ماشي، حلوه ديمبلي قوي، بص ديمبلي فين، حلوه، الله على الجول ده، احنا محتاجين 3 نقط ضروري، منافسه الهلال مش هتكون سهله ابدا. حد يقابل بس كده، خطر جدا، يا ساتر على الكوره، هندري حلو قوي، ديمبيلي هفتح لك فوق تاني، الله على الكوره دي، خش انت يا فوفانا، شوت يا شوت يا كوتش، بس في الجون يا كوتش، مبروك، يعني 3 نقط مهمه جدا بالنسبه لنا، بس الماتش مقفول قفله صعبه قوي. طبعا مستوى الدوري السعودي كمستوى طبعا فني مش احسن حاجه، لكن اكيد اللعب في اوروبا يبقى مختلف خالص عن الدوري السعودي. طبعا جايزه مان اوف ذا ماتش، لكن للاسف انا احتياطي الماتش الجاي، طبعا يعني في طلبين ما عملتهمش من الكوتش، يعني الطلب الوحيد اللي عملناه اللي احنا بس تجنبنا الخساره وكسبنا ال3 نقط دي، لكن طبعا ال3 شوط اون تارجت ما شطتش 3 اون تارجت، وفي نفس الوقت ما عملتش ريد 9 زي ما كان طالب مني جيرارد. ماتش بقى الاخدود، انا نازل في الدقيقه 65 تقريبا مكان ديماري جراي، لكن النتيجه 0-0، حاضر يا كوتش هنزل بسرعه اهو، طبعا ان شاء الله هحاول اساعد الفريق ناخد ال3 نقط دي، ومطلوب 6.5 ريت، واعمل كروس ناجح 10% واجيب جول على الاقل او اعمل اسيست.
احاول اجي بس على حدود المنطقه كده عشان لو جت لي الكوره اقدر اطلع بسرعه اساعد بس كده. حلو قطع حلو اهو، قال لي نايس تاكلينج اهو. ماشي يلا بص فين اهو بسرعه يا فيكتور، بس يا فيكتور محتاجين 3 نقط يا فيكتور يلا من بدري يا راجل. طب حلوه، مين جاي مين جاي؟ فينالدو معاك ديمبلي تحت. ماشي بص فين، حلوه الله الجول ده تخرج عالمي والله مني يعني الحمد لله. بص المفروض بثبت نفسي كل ماتش الوكيل اعمالي على الاقل الفتره الجايه دي، انا راجل بلتزم بالارقام اللي مطلوبه مني وبحاول اقرب من التارجت بتاعي في اخر الموسم. يا نهار ابيض على الكوره، خطر جدا الكوره دي. مبروك، واضح ان المنافسه بيننا وبين الهلال هتكون مستمره لحد نهايه الموسم بقى بالشكل ده. يعني هم تعادلوا تقريبا، لو تعادلوا فعلا زي ما النتيجه كانت شغاله معاهم كده اعتقد الفرق هيبقى نقطه بيننا وبينهم. يعني اتفتح لي بقى طاير جديد كده في الشخصيه بتاعتي، انا لسه طبعا محتار اختار ايه. يعني المتاح بالنسبه لي طبعا فيل باص، بينجت باص دي كويسه جدا في الباص، في الرابت دي مهمه جدا، عايز الرابت دي بصراحه كويسه جدا. حاليا المنافسه بيننا وبين الهلال الفرق بقى نقطه بيننا وبينهم، لكن ماتش الخليج هنلعب الهلال بتاعته. للاسف انا احتياطي، اتمنى ان شاء الله اقدر اساعد الفرقه زي ما ساعدتها في الماتشين اللي فاتوا كده، جايز ان شاء الله نطلع بال3 نقط دي. هو انا لازم مكان ديماري جراي كده يعني هلعب في الشمال، مفيش مشكله كويس جدا، بس الاهم من ده كله ان احنا كسبانين 1-0، فاكيد معليش ضغط بقى في حته النتيجه. اول كره كده معرفش يعني فرصه عرضيه لينا. بص يا فوفانا يعني هنحاول نخش بسرعه البوكس اريا. ماشي بص فين اهو، حلوه دي ديمبلي صح كده قوي، اسيست ليا، هو انا عايز اسيست حتى على الاقل يعني. حلوه ديمبلي قوي، ده فاول لينا. طب انا هستفاد من الفاول ده مش فاهم انا. ماشي باصي كده فوق، حلوه طلعني يا فينالدو بسرعه. للاسف النتيجه 2-1 بيننا وبينهم يعني، وفي الدقيقه 80 تقريبا فرصه، لو جبنا الثالث دلوقتي. فوفانا اطلع الكوره، حلوه دي يعني كانت في احسن من كده. المهم خدنا ال3 نقط ان شاء الله، خدنا ال3 نقط ودي اهم حاجه. ماتش بقى فريق حازم، لسه الفرق بينه وبين الهلال نقطه واحده، لكن نازل في الدقيقه 60 تقريبا ونتيجه 0-0 مكان جراي. يعني شكله ماتش صعب، بس يعني ربنا يستر بس في الماتش ده. اول كره في الدقيقه 71 كده، المفروض كره لينا حلوه قوي يعني، مش حلوه قوي بس يعني لو ظبطها بس حلوه. بص فين، طب ادي، طب الكره حلوه يا راجل يا راجل من بدري يا فوفانا. يعني 1-0 ليهم للاسف، وبقى الدنيا باظت مننا خلاص اهي. سرو فوق، انت مديله سرو، موته موته في الكوره والله بجد يعني، حرام عليك يا راجل. كام للاسف خسرنا الماتش. ماتش بقى النصر مش هنلعب الهلاتس بتاعته، لكن احنا متعادلين 0-0، وانا نازل في الدقيقه 80 مكان توكو اوكامبي بقى. يعني اعتقد جراي هيكون موجود، المفروض ان انا اجيب جون او اسيست يعني ان شاء الله اقدر اساعد الفريق. حلوه الله عتيبي، فوفانا خش انت. طيب كرة حلوة جدا، بس انا كنت جنبك على فكرة يا كوتش، يعني انت اخترت ديمبلي صعب طبعا جدا يعني. هو طيب هجيلك هنا اهو براحتك. طيب بص فين، حلوة دي قوي، حلوة الكورة، حط جول الله على الجول ده، حلوة يا ديمبلي قوي. يعني الحمد لله قدرت اساعد الفريق ناخد 3 نقط مهمه جدا في مشوارنا بقى للفوز بالدوري في نهايه الموسم، لكن واضح ان الطريق صعب جدا. الهلال فرق عننا ب4 نقط، اتمنى يخسر الماتش ده عشان نخلي الفرق نقطه ثانيه بيننا وبينهم. ندخل بقى على ماتش او اصعب ماتش في الموسم ده، ماتش الهلال. الفرق بيننا وبينهم دلوقتي في الدوري، احنا الثاني هم الاول، فرق نقطتين بس. اكيد الماتش بالنسبه لي مهم جدا، وبالنسبه للفرقه كلها وبالنسبه لجمهور الاتفاق كله. يعني نشوف كده هننزل في الدقيقه كام ولا الدنيا كام. النتيجه 0-0 وانا نازل مكان السعد، معرفش في الجناح اليمين غالبا، ونازل في الدقيقه 55 كويس جدا. اتمنى ان شاء الله اساعد الفرقه في الوقت الصعب ده. شوف بس جيرارد طالب مني ايه كده، يعني جيرارد طالب مني، هنشوف غالبا طبعا هيبقى طالب ريت عالي اكيد طبعا، عشان ريت 7 وطالب ان انا اجيب جول او اعمل اسيست واعمل كروس ناجح بنسبه 10%. اصعب ماتش في الموسم، حلو يا فيكتور قوي.
ما هو النهارده لازم نتعب في الماتش ده، لازم. انت مش هتكسب الدوري كده، خطر يا جماعه، حرام علينا يا جماعه والله العظيم. بس في الفريق يعني، يعني جمهور الاتفاق ذنبه ايه في المهزله دي يعني؟ الراجل ده دبابه بصراحه، بيخلص اي ماتش. وهو اصلا يعني لو الهلال فاز بالدوري هيكون بسبب الراجل ده. امسك يا فيكتور بسرعه، فيكتور وحط امك، خلص يا فيكتور. ده عبال ما لعب الكوره طلع عين اهلي يعني. حلو، يلا جري، ماشي جري بسرعه يا جري. حلوه الكوره دي، جول. انا غبي في الكوره دي بصراحه يعني. بلوك عليه الراجل ده ما يشوطش، كنت هقطعها الكوره. حلوه، ماشي يلا رونالدو. الله الكره دي حلوه قوي، يا رب جول. الله الجول ده، نرجع تاني في الدوري اهم حاجه. الحمد لله الحمد لله يعني. يعني لو خدنا النقطه دي انا بالنسبه لي وبالنسبه للفرقه كلها طبعا اكيد النقطه احسن ما تخسر الثلاث نقط في منافسه على الدوري. حلوه فنا، يلا كرة حلوة قوي، اضغط بس، حد يضغط معايا، ضغط جول. الله الجول ده حلوة برضه قوي. يعني نجوم الدوري شعللوا الدوري والله، سواء بقى فينالدو بقى ولا ديمبيلي ولا انا ولا حتى متروفيتش في الدوري. اقوى ماتش في الدوري الماتش ده يا جماعه، بونو غلطه الشاطر بألف يا بونو. مبروك، عايزين بقى نحتفل بقى، ناكل كبسه بقى، نظبط نفسنا كده ناكل عند البيك بقى. يعني عايزين نتدلع النهارده، احنا متصدرين الدوري السعودي والاول مره بقى الهلال قعد فتره كبيره راكب الدوري فوقينا. يعني الحمد لله قدرنا نساعد الفريق ناخد الثلاث نقط دي ونحتفل بقى. لكن طبعا لسه بدري على فكره بقى نرفع بقى لقب الدوري. اكيد الماتشات اللي جايه صعبه، مش هتكون سهله طبعا. مش معنى احنا فزنا على نادي الهلال بقى في الماتش اللي فات معنى كده ان احنا خلاص كسبنا لقب الدوري. لسه المنافسه مستمره لحد اخر ماتش في الموسم، الفرق بيننا وبين الهلال بس بقى نقطه واحده. لكن ده ادانا طبعا ادج شويه عنهم، وادانا فرصه ان احنا مصيرنا بقى بايدينا ان احنا نحاول نكسب الماتشات اللي جايه ان شاء الله. ويا رب اقدر اساعد الفرقه، للاسف انا احتياطي الماتش الجاي برده، لكن ان شاء الله اقدر اساعد الفريق قدام فريق الرياض. يعني كالعاده طبعا في لود عليا وضغط كبير عليا من المدرب طبعا، لازم مكان مهند السعد. النتيجه 0-0 في الدقيقه 60 تقريبا، مطلوب مني ان انا اخد ريت او تقييم في اخر الماتش 6.5، واعمل كروس ناجح بنسبه 10%، واعمل باس ناجح بنسبه 40%. خطر دي حلوه جدا يا فيكتور، يعني كنا هنلبس جون في وقت صعب قوي، ومش هنقدر نعوضه بسهوله. طلع عماده، حلوه عماده قوي. فينالدو، ديمبيلي، ماشي اطلع الكره. عتيبي خش يا ديمبيلي. عتيبي احسن بصراحه منك في الحته دي، عرف بقى. حلو بقى اهي، الله الكوره، حط يا اظن بص جالك مقشره يعني. لكن الحمد لله الحمد لله يعني توفقت في الكوره دي بشكل كبير يعني. حلوه يا كوتش ديمبيلي والله، مهاجم تقيل برضو. احنا محتاجين بس نلعب حلو، ماشي فينالدو حلو قوي، ماشي يعني ما ظبطتش معايا. حلوه دي، مش ممكن على الكوره. عايز اجيب بس جول يا جماعه في الماتش ده. مبروك يا شباب، ثلاث نقط مهمه جدا لينا في الوقت اللي الهلال يعني اعتقد كان كسبان. طبعا ماتش نادي ضمك دلوقتي احنا في مصيبه، نادي ضمك كسبان 2-0. انا نازل مكان مهند السعد، مش دي مشكله طبعا. 2-0 في الدقيقه 60، انا مطالب مني طبعا يعني اكمل 4 باص مظبوط، واعمل 2 شوت اون تارجت، واجيب ريت 7. مش هي دي مشكله، المهم ناخد الثلاث نقط ان شاء الله، نحاول يعني اساعد الفريق يعني. حلوه دي، لو ظبطت معانا الهجمه دي ماشي، بس مفيش حد معايا خالص. عايز بس حد يقرب مني، مفيش حد خالص. حلوه، الله على الكوره، ينخرب على الفرصه دي. انا لوحدي يا جماعه اصلا، حلوه جري، ماشي لسه كوره. الله عليك يا جري، ديمبيلي فوق معاك، خد يا عم ديمبيلي، ابوس ايدك بقى يا عم ديمبيلي بقى. كرة حلوه جدا والله العظيم، كرة حلوه جدا، بس مش الحظ مش خادمني. حلوه الكرة دي قوي، خش يا ديمبيلي معايا. طب ماشي، اعتمد على نفسك شويه بقى كده،
الله على الكوره حلوه دي، الله على الجول ده. يعني ديمبلي لو كنت بس استغلت كره من اللي جات لك يا ديمبلي. جول كيبر خارج ماشي، استغل الزحمه احنا دي كده. يلا بص اهي ضرب الجزاء. ايوه كده يا شباب، نقطة أحسن مفيش طبعا، بس تيجي بس إن شاء الله ديمبلي بس يحطها كده. يلا ديمبلي ونبقى ديمبلي يعني صالح كل جمهور بقى الاتفاق بقى. عشى كوتش قوي والله العظيم جامد ديمبلي. ماتش خلص خلاص، يعني تعادل بطعم الفوز بالنسبة لنا، احنا كنا خسرانين 2-0 عملنا كل اللي نقدر عليه، وأنا بالأخص عملت كل اللي أقدر عليه عشان أساعد الفريق، لكن في الآخر يعني أتمنى الهلال يكون اتعادل على الأقل في الماتش بتاعه. طبعا من حسن حظنا الهلال خسر الماتش بتاعه، واحنا يعني فرقنا عنه بنقطه زياده كمان، لكن لسه الدوري يعني صعب جدا، فاضل 4 ماتشات على نهايه الدوري السعودي، هنلعب بقى ال4 ماتشات دول الهايلايتس بتاعتهم، ويا رب ان شاء الله اني نطلع بال 12 نقطه دول. لو خدنا ال 12 نقطه دي انت ضمنت الدوري كده خلاص، بعيد بغض النظر بقى عن نتائج فريق الهلال. طبعا لازم في الدقيقه 75 نتيجه 0-0 هنلعب بس الهايلايتس الماتش ده، يعني هي فرصه ولا فرصتين هيجوا لنا نحاول نستغلهم وان شاء الله نتوفق فيهم. يعني اول كوره كده نادي الرائد كسبان 1-0، كوره لينا حلوه اهي. تعالى ديمبلي، بص يا ديمبلي اتقل بس على الكوره، هي صعبه قوي ديمبلي عليا دي. ماشي هي حلوه حلوه ديمبلي، لسه 1-0 يا رب بس ماشي، هي مش انفراد ولا حاجه طبعا. خش يا ديمبلي، يلا ديمبلي كوره حلوه، بص فين طيب يا ديمبلي، انت ليه صح يا ديمبلي؟ كم حرام عليك يا ديمبلي الكره اللي فاتت دي. ماتش بقى الوحده والهلال للاسف فرق عننا بنقطه، هو كسب الماتش بتاعه واحنا خسرنا الماتش قدام الرائد، يعني هنخسر بقى الدوري على اخر 3 ماتشات يا جماعه، والله عيب بجد علينا وعلى جمهور الاتفاق طبعا، يعني ليه حق يبقى متضايق جدا من في حاله بقى خساره الدوري في الاخر. كره فاول لينا كده، هنلعب الفاول ده. طب اجرب اشوطه بما اننا كسبين 1-0، يعني جايز تظبط معانا. صعبه دي ولا ايه؟ ماشي تاني حلوه، خش انت بص عرضيه حلوه بقى يا ابن اللعيبه، ضربه جزاء يا حكم، ده في واحد مطرود من عندنا كمان، ده مشكله كبيره بقى الطرد ده. طب فين الكوره؟ 1-0 لسه لينا والدقيقه 87، يعني لو الكوره استغلناها صح. بص انا طالع مش هخش لك جوه انا اهو، بص انا فين، حلوه دي ماشي والله كوره حلوه، انا اسف والله يا كباتن والله. كسبنا الماتش، اهم حاجه يا رب الهلال يخسر بقى. يعني الماتش اللي قبل الاخير في الموسم قدام الفاتح بقى 0-0 لسه النتيجه، الدقيقه 75 ان شاء الله يعني اجيب حد يجيب جون، بس اي حد يجيب جون يا جماعه، مش مهم انا حتى لو ما جبتش جون. يا نهار اسود 1-0 الفاتح يا جماعه، مشكله كبيره جدا. طب نتعادل حتى على الاقل في الماتش ده. كوره صعبه ليا دي ماشي، الله الجول ده حلوه يا شباب، لسه فيها الماتش لسه فيه كلام كتير والله. حرام بقى 2-1 يا جماعه، ازاي يا جماعه بس؟ بص انا هطلعك في العمق بسرعه، سرو بس بسرعه. حلوه انت؟ معرفش مين الواد ده؟ بص فين طيب؟ ماشي. حلوه جول. يا راجل بتعمل ايه؟ حرام عليك يا راجل، شوط على طول فيرست تايم. احنا خسرنا الدوري. خسرنا الدوري خلاص. يعني للاسف اكيد الهلال كسب اكيد، حتى لو ما كسبش الهلال الفرق بقى نقطتين بس يا جماعه. عم هندري خلاص احنا تعبنا كله راح الفاضي يا عم هندري. بص الناس اللي عندها بقى يعني ذوق وعندها ادب، راجل من نادي الفتح جاي بيواسينا يعني. يعني للاسف اخر ماتش في الدوري معانا قدام الاهلي، مش هنلعب الماتش طبعا ده خلاص، الهلال فاز بالدوري السعودي رسميا. احنا طبعا يعني عندنا بس او ممكن نلعبه، ممكن نلعب الماتش ده عشان ناخد المركز الثاني، لان احنا ممكن المركز الثاني يروح مننا لو خسرنا الماتش بتاع الاهلي ده. النصر لو كسب الماتش بتاعه هيطلع تاني هو ونزل احنا تالت، فيبقى مش بس حلمنا اتبخر ده كمان، ده احنا يعني حصلنا مشكله كبيره في اخر الموسم كمان. كوره حلوه لينا اهي، ممكن اظبطها عرضيه لحد فينا. خش يا ديمبلي، يلا ديمبلي ماشي حلو، حلوه كوره جري والله، الكوره دي فاول المفروض. انت لسه ليه بس الكوره معانا في يا عم؟ 1-0 لسه لينا وكاونتر واتاك او هجمه لينا احنا، انا هشوط على طول.
انا اسف اسف بجد، بس احنا كسبانين، كسبنا ولا ايه؟ الحمد لله. المركز الثاني من نصيب بقى الاتفاق والنصر بقى، شكرا كده، ثالث الدوري السعودي الموسم ده. طبعا جايزه بقى بلاير اوف ذا سيزون او جايزه احسن لاعب في الموسم ده، معرفش شفتشينكو جاي يقدمها ليه، بس لا بتفرج والله العظيم بجد، انا احسن لاعب في الدوري السعودي والله العظيم، دي احلى مفاجاه طبعا على المستوى الشخصي، احلى مفاجاه ليا انا يعني، انا والله العظيم مبسوط بجد. ده انا قلت هياخدها مثلا ايه يا جرد، ما تضحك يا جرد، وانا اعمل فيه يا عم، بقول لك ده واخد احسن لاعب في البطوله يعني جايزه بصراحه، مش عارف اقول ايه في الموقف زي دي، اول مره اتحط في الموقف ده، بس اكيد مبسوط جدا واكيد طبعا سعيد جدا، وان شاء الله يعني اللي جاي احسن ايا كان بقى، اذا كنت في الدوري السعودي ولا في اوروبا. طبعا جول كيبر البطوله يعني باولو فيكتور بقى اختاروه من الاتفاق، هو جول كيبر بطوله الدوري السعودي، وجايزه بقى هداف الدوري السعودي طبعا نيمار حسمها ب 27 جول، ما اعتقدش ان في حد قريب من نيمار يعني، ممكن بس متروفيتش هو اللي يكون قريب منه، لكن انا طبعا بعيد عنه جدا بفرق كبير يعني. فريق بطوله بقى ده اللي هنتكلم فيه كتير قوي يعني، ياسين بونو طبعا حارس الهلال، وعندك تيلز لاعب النصر ده الليفت باك، والعميري لاعب النصر، وهندري طبعا لاعب الاتفاق، والعتيبي برضو لاعب الاتفاق، نيمار طبعا اكيد واحد من اهم اللعيبه في الموسم ده، اختاروه برضو من الهلال، الدوسري من الهلال، وبعد كده اوتافيو من النصر، وانا الحمد لله اختاروه من الاتفاق نور اهو، وبنزيما من الاتحاد، وبعد كده متروفيتش من نادي الهلال. صدارة الهدافين زي ما قلت لكم طبعا نيمار هو رقم واحد في الهدافين الدوري السعودي الموسم ده، متروفيتش بقى رقم اثنين، وبعد كده بنزيما الثالث في صدارة الهدافين، ديمبيلي ب 20 جول الرابع، انا للاسف الخامس، بس نوعا ما توب فايف طبعا بالنسبه لنا جناح كمان، واصلا معظم الموسم انا اعتبر بشارك بشكل احتياطي بشكل كبير جدا، ولعب 34 ماتش صحيح اكتر من نيمار فوق، لكن في الاخر انا بشارك بشكل احتياطي، فجايب 18 جول، دي حاجه كويسه جدا. انا دلوقتي عرفت ليه انا خدت جايزه احسن لاعب في الموسم ده، انا احسن واحد عامل اسيستات في الموسم ده في الدوري السعودي، عامل 16 اسيست في 34 ماتش، رغم ان انا احتياطي معظم الموسم يعني، انا احتياطي على الاقل في نص ماتشات الفرقه. الدوسري بعد كده 13 اقرب واحد ليه، الدوسري عامل 13 اسيست، نشوف بس الكلين شيت كده مين اقرب واحد او مين احسن واحد، عشان كده طبعا باولو فيكتور الجول كيبر بتاعنا هو احسن جول كيبر في البطوله، 14 كلين شيت، اقرب واحد ليه موريرا بقى من الرائد، وبعد كده ماليسون من التعاون، يعني مفيش جول كيبر واضح قوي، حتى بونو رغم ان بونو اختاروه في جول كيبر في تشكيله الموسم يعني، بونو اختاروه طبعا ده بناء على ارقامه واداؤه بقى يعني، ارقامه مش احسن حاجه بس اداؤه كان كويس جدا. نيجي بقى لاهم لحظه في الموسم واهم لحظه بالنسبه لي في مستقبلي بقى ان شاء الله هيتكرر دلوقتي، طبعا انا مش هاخد اي قرار لوحدي، انا لسه هرجع ليكم طبعا في حته ان احنا نشوف القرار اللي هناخده ايه بالظبط. اول طبعا اوبشن بالنسبه لي او اول اختيار بالنسبه لي هو ان انا افضل في الموسم الجاي ان شاء الله مع نادي الاتفاق، طبعا يعني في ناس كتير بتنصحني ان انا افضل في نادي الاتفاق مره تانية او موسم تاني، وان شاء الله الموسم اللي جاي يبقى شكلي احسن من كده واتطورت احسن من كده، وفرص ان اكبر واروح نادي في اوروبا اكبر، اكيد هتبقى فرصي اكبر لو استمرت بنفس المستوى ده. ده عندك كده عندنا اوبشن ان احنا ممكن نفضل مع نادي الاتفاق، ان انا افضل ستاي ان ذا كلوب اهو، ممكن اعمل كده، وممكن اعمل تشينج كلوب طبعا، اشوف نادي تاني واشوف المناسب ليا ايه. طبعا وكيل اعمالي بقى يعني مجهز لي لسته عروض جايه لنا من حوالي 8 انديه من اوروبا بقى وامريكا بشكل عام، يعني هو قال لي هندرسها مع بعض كده ونشوف الاختيارات المناسبه لنا ايه، لكن للاسف اول نادي جاي لي من لاس بالماس طبعا، ده في الليغا، للاسف العقد بتاعه ما كملش معانا، مش هنقدر نروح لاس بالماس لو حبينا نروح فريق لاس بالماس في الدوري الاسباني. تاني عرض بالنسبه لنا من نادي شتوتغارت في المانيا، ده ما اعرفش اصلا في البوندس ليجا ولا في بوندس ليجا 2، ايا كان العقد ده اصلا مضروب بالنسبه لي، مفيش ولا حاجه اتحققت فيه خالص. تالت نادي معانا هو نادي كالياري في الكالتشيو، نادي كالياري ما اعرفش بيلعب درجه تانية ولا ايه، بس ايا كان يعني العقد بتاعه متحقق كويس قوي، والمرتب بتاعه كويس يعني، المرتب بتاعه ازيد بنسبه 61% من اللي انا طلبت، فدي حاجه كويسه جدا، انا كنت وكيلي كان طالب 12000 انا خدت هاخد 20، فدي حاجه كويسه بالنسبه لي. ما اعرفش انا هحط كالياري طبعا في الاوبشنز عندنا، يبقى كده عندنا كالياري وعندنا الاتفاق. تالت نادي معانا هو نادي نانتس الفرنسي، طبعا ده نادي كويس جدا بالنسبه لي، كمان مصطفى محمد بيلعب هناك، فاكيد ما اعرفش هو لسه مستمر هناك ولا ماشي ايا كان، لكن فرصتي كويسه جدا، وهم ادونا 25000 اللي احنا طالبينهم بالظبط، مفيش زياده ولا اقل من المرتب اللي احنا طالبينه. ورابع نادي معانا نادي بلد الوليد في الدوري الاسباني، طبعا كويس جدا ممكن نروح له احنا، مفيش مشكله برده، حققنا الشروط بتاعته وحطينا العرض 25000 المرتب بتاعنا مظبوط بالظبط، مفيش اي جنيه زياده ولا ناقص. ونادي بوكا جونيورز في الارجنتين، غريب قوي مفيش حد لعب في الارجنتين قبل كده من مصر خالص، هو طبعا نادي كبير جدا واكيد يعني مش هقول لك حلم بالنسبه لاي واحد مصري لعب في بوكا جونيورز، بس اكيد كنادي وكقيمه طبعا نادي بوكا جونيورز كبير جدا في اللاتينوس بقى وفي امريكا الجنوبيه بشكل عام،
والمرتب بتاعه عالي جدا، المرتب بتاعه 50,000، مرتب الدبل تقريبا من المرتب اللي انا طالبه، فدي حاجه كويسه جدا وعرض بالنسبه لي مغري جدا بالنسبه لوكيل اعمالي طبعا عايز عموله كويسه، فاكيد العرض مناسب جدا لينا يعني. اخر بقى، لا مش اخر، العرض اللي قبل الاخير، كايزر سلاوترن في الدوري الالماني طبعا لعب فيه هاني رمزي نجمنا المصري طبعا نجم منتخب مصر ب 25,000 برضو يورو، مفيش زياده في المرتب. اخر حاجه بقى نادي تولوز في الدوري الفرنسي بس درجه تانيه، ده عرض مش مناسب قوي الا بقى لو الظروف اضطرتنا يعني، العرض ده برضو ب 25,000 يورو، لكن في الاخر انا اكيد مش هوافق على العرض ده، لو هروح فرنسا هروح نادي نانتس مش هروح بقى نادي تولوز في الدرجه تانيه في فرنسا. في بقى حاجه يعني وكيلي بقى مخبي لي حاجه بونبونيه بقى، حاجه بقى الخلاصه بقى دي بقى اللي انت مستنيها في اخر الحلقه، الناس بقى اللي قعدت لحد اخر الحلقه هي اللي هتشوف الكلام ده وهي اللي هتعرف الكلام ده كله. يور باس بقى، وهو بيقول لي ان النادي المناسب ليك جدا هو نادي نورويتش سيتي في الوقت الحالي، النادي بيلعب في الشامبيون شيب، معرفش هيتأهلوا ولا ما تأهلوش، بس هو حاليا هو في الشامبيون شيب. احنا حققنا الشروط بس في مشكله، طبعا انت بتلعب في تشامبيون شيب بطوله كبيره في اوروبا في انجلترا، هتنططك بمعنى الكلمه البريمير ليج على طول، وخطوه كويسه جدا، لكن للاسف المرتب بتاعه اقل ما احنا طالبين يعني، احنا طالبين لا والله كويس، احنا طالبين 12 هم ادونا 15، ففي كلام كويس في المرتب مش فرق كبير قوي، بس هو مقارنه بالمرتبات التانيه قليل قوي يعني، لما تيجي تقارن في انديه عرض علينا 25 اقل حاجه، فمرتب قليل جدا مش احسن حاجه، بس بالنسبه لي هي خطوه كويسه، خطوه كويسه جدا ليا ان انا اروح في نادي نورتش طبعا في الشامبيون شيب، وانا ميال للعرض ده. الا بقى لو انتوا ليكوا راي تاني هنعمل طبعا استفتاء على القناه ونشوف ايه المناسب ليا بشكل عام في الوقت اللي جاي ان شاء الله في المستقبل، وبناء طبعا انتوا تختاروه هنشوف هنروح فين. احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه ونهايه الموسم بقى، لو عجبتك الحلقه اظبط لي في لايك وشير وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات، اشوفكم على خير ان شاء الله في الموسم الجديد، السلام عليكم.